الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني واجبات الصلاة وهي ثمانية. الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني: التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. الثالث: التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع: قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث وهي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلى. الخامس: قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. السادس: قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. السابع: التشهد الأول، وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد. الثامن: الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته، لأنه متلاعب فيها. ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. القسم الثالث: سنن الصلاة. نكمل شيخنا على طول، تفضل تفضل. القسم الثالث سنن الصلاة. والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين: سنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان: النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود. والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. والنوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود ومد ظهره في الركوع معتدلا وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه.
وهذه السنن لا يلزم الاتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه، شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة. كان يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، ويجمع يديه على ثغرة نخره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته. على ثغرة نحره. على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته، وكما وردت به السنة. وتشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة. وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح. وكذا فحجوا أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه. وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو المنقود. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به. وصل اللهم على نبينا محمد. أكمل. باب في صفة الصلاة. بعد أن بينا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعها القبلة وقال: الله أكبر. ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره، ثم يستفتح. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها. إذن هنا اللهم وبحمدك. هنا أيها الكرام الفضلاء، يعني تجد أركان الصلاة 13، واجباتها 8، سننها القولية 11، وعند بعض العلماء أوصلها إلى 17، سنن الأفعال أو سنن الهيئات 13، وأوصلها بعض أهل العلم إلى 55 سنة، إلى 55 سنة هيئة وسنة فعل. لكن هنا الآن ننتبه لمسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى نضبط صلاتنا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بأبي هو وأمي. فنأتي الآن في التكبير أيها الكرام الفضلاء، يرفع الكفان ويجعل باطنهما إلى القبلة وظاهرهما تلقاء وجهك، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين على هيئتهما، وأطراف الأصابع حذو الأذنين، والرسغ يكون حذو المنكبين بهذه الصورة التي وصفتها لكم. وليس له أن يمس أذنيه بيديه. قال بعض أهل العلم: هذه أفعال الموسوسين والجهال. نعم تفضل. ثم بعد ذلك يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، كف على كف، أو يقبض بيده اليسرى بيده اليمنى. أما بعض الناس تجده يضع كفه الأيمن على رسغه أو على عضده أو على ساعده، هما هيئتان لا ثالث لهما يا رعاكم الله.
الكف الأيمن على الكف الأيسر أو الكف الأيمن على الأيسر ويقبض به ويقبض به. هذا هاتان هما الهيئتان الواردتان، اليد اليمنى على اليسرى على صدره أو أسفل قليلا، لا حرج في ذلك أيها الكرام الفضلاء. ثم بعد ذلك يستفتح بأدعية الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الله باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، لا حرج في ذلك. أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وكان يستفتح بذلك في قيام الليل، وهناك استفتاحات لقيام الليل، وهناك استفتاحات لصلاة الفريضة، وهناك استفتاحات لصلاة النافلة. تتفرع على ذلك مسألة، هل يجوز للإنسان أن يستفتح بدعائين في صلاة واحدة؟ قال أهل العلم لا حرج، لا حرج في ذلك أن تأتي بدعائين في الاستفتاح في الصلاة الواحدة، ما في حرج في ذلك، والأولى أن تقتصر على دعاء واحد. طيب، من كان يحفظ أكثر من دعاء فينوع في صلواته، يعني يستفتح في الظهر بدعاء، يستفتح في العصر بدعاء، يستفتح في المغرب بدعاء، ثم بعد ذلك يستعيذ ويبسمل سرا، ثم بعد ذلك يقرأ، إذا كان يجهر فيجهر بالحمد وليس بالبسملة، وإذا كان كله سرا يستعيذ ويبسمل في سره ويبدأ في تلاوته وفي قراءته. نعم، تفضل. أحسن الله إليك شيخنا. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة. يعني أحسن الله إليك شيخ، يعني يقرأ تارة يعني مرة. طيب، أنا أريد الآن أن نصوب الفاتحة مع بعضنا البعض. قال ابن القيم وغيره والنووي: وأفضل الناس أجرا على غيره من علمهم الفاتحة، لأنهم لا ينفكون عنها في فريضة ولا في نافلة، فنحتاج دائما. وأنا أذكر سبحان الله، كنت في مصر في فترة من الفترات في طلب العلم وكذا، وكان عندي حلقة لتعليم وتصحيح التلاوة والتجويد، فكان يأتيني هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة ويقف علي دائما رحمة الله عليه ويقول: اسمع مني الفاتحة. والله إخوان، لو لقياني في الشارع، لو لقياني في الشارع كان يوقفني ويصحح عندي الفاتحة. سبحان الله، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فنبدأ الآن في الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطأ الذي يحدث عند الناس في سورة الفاتحة أنه يقول لك إيش، يقول لك الرحمن فيكرر الراء، أو يقول لك الرحيم فيجعل فتحة بين الراء والحاء المهملتين، إنما هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الباء مشددة. بعض الناس يقول لك الحمد لله رب العالمين، لا، الباء مشددة، ربي بي الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعض الناس يقول يشبع الكاف فيجعلها مالكي مالكي، لا، هي مكسورة، وليس بينك وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وفي الكسر تنزل الفك الأسفل إلى أسفل، الفك الأسفل لأسفل، لأنه الفك المتحرك. يوم الدين، بعض الناس يقول لك مالك يوم الدين، مالك لا، مالكي وليس مالك، ويوم مي بالكسر. بعض الناس يقول لك مالك يوم التين، لا، ما هو تين، الله يرضى عليك، الدال والتاء قريبة المخرج، إنما هو مالك يوم الدين وليس التين.
إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس يقول لك إياك، لا إياك غلط، هي مشددة، عندنا أكثر من 11 شدة لابد أن نأتي بها. قال بعض أهل العلم المالكية: فمن ترك شدة واحدة بطلت صلاته. إياك يعني تشدد الياء مع الليونة والسلاسة في القراءة. إياك نعبد وإياك نستعين. وبعض الناس يقول لك إياك نعبد و... لا نعبد و، الدال الدال مضمومة تفرق بينها وبين الواو، وبعض الناس يعني يمدها مد التمكين فيجعلها واو جماعة فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، غلط. وبعض الناس يقول لك وإياك نستعين فيجعل ألفا بين التاء المثنى الفوقانية والعين المهملة، وجمعنا في الفاتحة 40 خطأ يا إخواني. المسألة جد مهمة وليست يسيرة حتى الناس تتساهل في هذا الأمر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بعض الناس يقول لك اهدينا، لا اهدنا مجزوم، اهدنا الصراط المستقيم. وبعض الناس يقول لك اهدنا الصراط المستقيم، بالذات في بعض القبائل وبعض البلدان يقلبون القاف غينا وهذا خطأ، إنما هي المستقيم. وبعض الناس يطغى عليه حرف القاف المستعلي على حرف التاء المستفل فيقلب التاء طاء فيقول المستقيم، لا اهدنا الصراط المستقيم، ويكسر القاف وينزل بالفك الأسفل. وبعض الناس يقول لك اهدنا اهدنا، لا فيقلقل الدال، لا الدال اهدي دي الدال مكسورة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجعلها في نفس واحد وإن قسمها فلا حرج. صراط الذين أنعمت عليهم، بعض الناس يجف حرف النون في أنعمت فيغن، وهنا حكم الإظهار الإظهار الحلقي لأن بعده حرف العين، همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء، إذا غاب عني حبيبي همني خبره، هذه حروف الإظهار. صراط الذين أنعمت عليهم، وبعض الناس يقول لك أنعمت صلاة باطلة، وبعض الناس يقول لك أنعمت صلاة باطلة، لأن هناك ألحان في الفاتحة تبطل الصلاة أخطاء، وهناك أخطاء لا تبطل الصلاة لكنها تنقص الأجر، فأنعمت أنعمت هذه من الأخطاء التي تبطل الصلاة، إنما هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير الماء، الميم هنا رقيقة، بعض الناس يقول لك غير الماء ماء، إلا أنت بتقول اديني ماء ولا اديني ماء، ماء غير زي كده النعجة، أحسن حد يطلع حرف الميم النعجة، ماء ماء ماء، شفت كلها رومانسية، ميم كلها رومانسية سبحان الله. غير المغضوب عليهم ولا الضاء ضاء ضاء ولا الضاء، تنزل على الضاد بقوة، والضاد مخرجها من الأضراس إذا ولي من أيسر أو يمناها، عند من الأضراس تخرج إيش من حافة الأضراس من أيسر أو يمناها، هذا مخرج الضاد، مش تقول لي غير المغضوب، غلط، غير المغضو ضو ضو وليس المغضو عليهم ولا الضالين. بعض الناس يجي يركن على اللام يقول لك ولا الضالين، غلط، اللام هنا مشددة للتشديد لا للوقف عليها والانتظار،
ثم بعد ذلك بعض الناس يقول لك ولا الضالين، يقلب النون ميم، لا هي ولا الضالين. بعدين تقول آمين، سواء كنت تصلي وحدك ولا تصلي في جماعة، وإذا قرأت حتى في ختمة القرآن قرأت الفاتحة وتقول آمين، وإذا قرأت في أي لحظة تقول أيضا آمين. اتفضل، جزاكم الله خير. أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، إيش ردا كامل حفظك الله؟ ها؟ إيش ردا كامل حفظك الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خير حفظك الله. تفضلوا. أحسن الله إليك شيخنا. ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا وهنا بالنسبة لي كان يقرأ من 60%، والله عز وجل قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الشيخ بن باز يجوز للإنسان إذا كان لا يحفظ من القرآن شيئا وأراد أن يطيل صلاة الفجر مثلا، يجوز له أن يقرأ من المصحف في الفريضة حتى يأخذ بسنة النبي كان يطيل الصلاة. نعم تفضل. أحسن الله إليك شيخ. ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمكنهما ويضع ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه قائلا سامع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع. فإذا والتسميع كما مر معنا أيها الفضلاء في حق الإمام والمنفرد قول سمع الله لمن حمده واجب، أما في حق المأموم فإنه مستحب، أن يقول لقول النبي لقول الصحابي كان لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهنا المأموم يستحب له كما اختار ذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي، يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده، لكن إن لم يقله فلا شيء عليه. نعم أحسن الله إليك شيخنا. فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد، وكان يطيل هذا الاعتدال، ثم يكبر ويخر ساجدا. يطيل هذا الاعتدال لأن كان في أدعية، طبعا عندنا الأدعية مختصرة أربعة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يطيل أنه كان يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ والنصيب منه حظه ونصيبه. فهذا هو معناه أنه كان يطيل هذه
الوقفة بعد القيام من الركوع لأن فيها ذكر، فما أحرى ونحن في بيوتنا الآن بنصلي بأولادنا أن نطبق صفة صلاة النبي. صلى أنس خلف عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز تابعي، فقال هذا الفتى أذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. تفضل. ذهب الصوت شيخنا. من متى ذهب الصوت؟ من أي جزء ذهب الصوت؟ ألو؟ أي شيخنا رجع الصوت شيخنا. من أي جزء ذهب الصوت؟ من ال من عند أنس صلى وراء عمر بن عبد العزيز وقال إنه أقرب صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر شيء أنا قلته، بعد لم أقل شيئا، يعني معناه صوت كويس. بقى المشكلة عند مملينا، المشكلة عندي مملينا. نعم تفضل. نعم الله تفضل. استمر شيخنا. استمر. تفضل. الله يحفظك. أحسن الله لك شيخنا. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ثم يكبر ويسجد ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى. وهذا أصح ما روي في الدعاء بين السجدتين. هذا أصح ما روي في الدعاء بين السجدتين. أصح ما روي في الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وفي رواية واجبرني. نعم أكمل. أكمل. تفضل. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، فإذا استم قائما أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بإصبعه السبابة وينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة، ثم ينهض مكبرا فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير
متوركا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض وينصب رجله اليمنى أو يخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض ثم يتشهد التشهد الأخير وهو كالتشهد الأول ويزيد عليه اللهم صل على آل محمد كما صليت على وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ بالله عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات فإذا سلم قال أستغفر الله ثلاثا اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يذكر الله بما ورد أيها المسلم هذه جملة مختصرة في صفة الصلاة حسب ما ورد في النصوص فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام وأن تكون صلاتك متفقهة صلاتك أحسن الله إليك شيخا وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. هذه أيها الكرام الفضلاء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحاول أن نحرص عليها نحافظ عليها. يعني بعض الناس بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أو يقول رب اغفر لي ولوالدي أو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. نقول إخوان تقيدوا بما ورد فإن ما ورد خير مما لم يرد والعبادة الأصل فيها الحظر حتى يدل الدليل على إباحتها والاحتياط في العبادة عبادة والاحتياط في الواجبات واجبات والعمل بما هو آكد والاحتياط في العمل بما هو آكد أفضل من الزيادة والطمع في الزيادة والعمل بما هو آكد في العبادة أولى من الطمع بالزيادة. فيسأل السائل على مسألة سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وسبحان ربي العظيم وبحمده في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود. نقول الوارد سبحان ربي العظيم ركوعا وسبحان ربي الأعلى سجودا. أما لفظة وبحمده هذه عن عقبة بن عامر عند أبي داود. الشيخ الألباني صححها في صفة صلاة النبي ثم تراجع عن ذلك في ضعيف سنن أبي داود فنقتصر على ما ورد سبحان ربي العظيم واحدة وثلاثة وعشرة أكثر من ذلك لا بأس وسبحان ربي الأعلى. أما لفظة وبحمده فليست ثابتة ودائما كما قلت لكم نريد دائما وبصورة مستمرة نحن نحافظ ونقرأ كثيرا في صفة صلاة النبي. وفرصة الآن يا أحبابي فرصة احنا الآن في البيوت مع أولادنا فلذات أكبادنا وفرصة يعني كان ممكن في الأيام الخوالي أنت تأمر أهلك بالصلاة لكن ما تقف على صلاة ابنك لكن الآن ابنك معك خمس أوقات في اليوم أنت تراه ويصلي معك أو يصلي بك إماما أو يصلي بجوارك مأموما فتقف على حاله وتقف على أمر صلاته. ففرصة عظيمة أيها الكرام الفضلاء ما نحن فيه من هذه النعم المتتابعة من الله عز وجل لنا وعلينا في اجتماعنا في البيوت أن نحرص على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نحض أبناءنا أيضا على
تفقدها، ولا حرج أن نأتي بكتاب صفة صلاة النبي للألباني عليه الصلاة والسلام للألباني ونقرأه على أولادنا. نأتي أيضا بصفة صلاة النبي، هذا من الملخص الفقهي، ونقرأها على أولادنا. نأتي بكتاب الشرح الممتع وصفة صلاة النبي، نأخذها من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ بن عثيمين. يعني فرصة أيها الكرام الفضلاء، لأن هذا أول ما نسأل عنه في قبرنا، إن صلحت صلاتنا صلح سائر عملنا، وإن فسدت فسد سائر العمل. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.